بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، متابعي قناة أهل القرآن من كل مكان، في الرسالة اليومية التي سنوافيكم بها من مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره من هنا من داخل المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة. هذه المسابقة في دورتها 37، وقناة أهل القرآن تواكب هذا الحدث كالعادة للعام السابع على التوالي بفضل الله تعالى، سائلين الله أن يبارك في هذه الجهود وينفع بها في سبيل خدمة كتابه بإذن الله تعالى. في هذه الرسالة الأولى سنوافيكم بالتصفيات الأولية المصاحبة لهذه المسابقة، بالإضافة إلى جوانب تطلعون عليها من دورة مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية. أيضا من ضمن الفعاليات المصاحبة لهذه المسابقة فعالية المسابقة الثقافية، والتي بإذن الله تعالى ستشاهدونها في هذه الرسالة، ويوميا بإذن الله تعالى سنكون معكم في رسائل لتغطية هذه المسابقة وفعالياتها بإذن الله تعالى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي إيهاب محمد محمد حسنين الشافعي خليف من مدينة القاهرة، وبالتحديد من محافظة الدقهلية. بدأت حياتي ورحلتي مع القرآن الكريم منذ الصغر، فقد كان والدي وجدته يحفظانني القرآن الكريم منذ نعومة أظافري، فلهما الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أتممت حفظ القرآن الكريم في سن 15 من عمري، بدأت أراجع القرآن الكريم مع شيخي محمد عز الرجال المدرس بمعهد كيرنس الإعدادي الثانوي، وكان يرعاني كثيرا في مراجعة القرآن الكريم، وكان يقول لي دائما يعني باللغة العامية احفظ القرآن يحفظك، وكان يقول لي دائما لا تنسى القرآن، وكان يقول لي دائما انشغل بالقرآن. فهذه وصيتي لكل أم وكل أب، أن يرعى أطفالهما منذ الصغر، وأن يقوم على رعايتهما وتحفيظهما القرآن الكريم، فهو الحصن الحصين. وقد صدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم الأصل ليس هو الإنسان يحفظه، ولكن القرآن الكريم هو الذي يحفظ الإنسان. فحافظ القرآن الكريم في عون الله وتوفيقه في الدنيا والآخرة، ويكفيه شرفا وفخرا أنه حامل لكتاب الله، ويكفيه شرفا وفخرا أنه حامل لكتاب الله. هذا
هذه نصيحتي إلى كل شيخ وكل أم وكل أب، أن يقومان على تربية أطفالهما وتحفيظهم القرآن الكريم منذ الصغر. أما عن التصفية المبدئية التي قمت بها منذ قليل، فالحمد لله اختبرت والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وأتمنى أن أشارك في المسابقة الدولية المقامة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحاب مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 37 لهذا العام 1437، نلتقي ونبث هذه الكلمات، ومن خلال التصفيات التي كانت لهذه المسابقة كان وضع المتسابقين فيها جيدا والحمد لله، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ ويسر هذه التصفيات التي تسبق المسابقة الدولية في لجانها التي ستكون في المسجد الحرام بإذن الله، اللجنة الأساسية. وما هذه التصفيات إلا لتدرب الطلاب على الوقوف أو التهيئة القبلية للطالب لدى لجنة التحكيم الأساسية، وأيضا فإن الطالب والمتسابق من خلالها يتعرف على الطريقة التي تحتسب بها الأخطاء، ويكون كأنه قد حضر دورة تدريبية فيما يتعلق بكيفية التلاوة والتجويد، وتجعله يهتم بوقته أيما اهتمام قبل المسابقة وبعدها. ومن شأن هذه التصفيات أيضا أن تقلص من وقت السباق الأساسي في مرحلته الأساسية، حيث قد يكون هناك بعض المتسابقين الذين لا يصلون إلى درجة الترشيح للمسابقة الأساسية، وهذا كله في الحقيقة من شأنه أن يجعل المسابقة متينة قوية متقنة بإذن الله تعالى، ومن شأنه أن يجعل الطلاب حريصين جدا على أن تكون مشاركتهم قوية ويكون حفظهم وتجويدهم أقوى بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فإذا طبعا أنا أقول لك تلاوة ترتيل كيف، إذا الأحكام منضبطة إلى حد كبير وهو قراءة سلسة ما عنده تردد ولا تلعثم وراحلته في القراءة جيدة، هنا معيار التلاوة الترتيل يكون عالي. لكن هو عنده الأحكام جيدة وإنما يتردد، وأحيانا يقرأ ببطء وأحيانا يقرأ بسلسال، هنا ممكن الربع أو ما حوله يروح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. وبعد، هذه الدورة التدريبية هي برنامج تأهيلي للتحكيم في المسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، وهي تأتي متزامنة مع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، والمستهدفون فيها يتدربون من عدة دول تم ترشيحهم من خلال الجهات الرسمية في دولهم، وهم مؤهلون علميا ولديهم كفاءة عالية في التجويد والقراءات، ومعظمهم شاركوا في مسابقات قرآنية تحكيما أو مشاركة كمتسابقين في فترة مضت من حياتهم. وحينما يحضرون في هذه الدورة التدريبية إنما يتلقون تنظيما دقيقا وتحديدا للمسار الرقمي التحديدي من خلال الخبرات التي
مرت بها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم عبر 37 عاما، وهم بعد أن نتلقوا هذه الدورة ما من شك أن الكفاءة لديهم في العمل التنظيمي التقييمي للتحكيم سيكون بإذن الله تعالى متميزا، والهدف منه هو الارتقاء بهذا العمل لكي نصل إلى مستوى نرضى به عن التحكيم ويشعر الجميع بالعدل والمساواة في تقييم مسابقات القرآن الكريم. فارس الفيومي من الأردن. من الأردن أحمد الفيومي، أين أنت يا فيومي؟ ألف ألف مبروك، $200 ذهبت لأحمد الفيومي من الأردن. The fourth gift went to الأردن، أحمد الفيومي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وجئنا إلى هذه البقعة المباركة. أنا المتسابق أحمد بن فارس الفيومي من المملكة الأردنية الهاشمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفق إخواني المتسابقين لكل خير. أقول يعني المنافسة حق شرعي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبني من فضله، وسأبذل جهدي. هذه رسالة يعني لي ولإخواني المشاركين معي، سأبذل جهدي إن شاء الله، والذي يقدر الله سبحانه وتعالى له التفوق وأن يكون من الأوائل فهذا بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وليس انتقاصا للآخرين. ثم الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير، فقد حصلنا على جائزة هكذا بسيطة في المسابقة الثقافية. للإخوة عامة وللأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن هو دستورنا وحياتنا، وأن يحكم به سبحانه وتعالى دنيانا وأخرانا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة. أرسل رسالة إلى أبي وإخواني ومشايخي، أقول تابعوني وانتظروا إن شاء الله يوم غد 25 من محرم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه السبق وأن ينعم علينا بفضله، والسلام عليكم ورحمة الله. في ختام هذه الرسالة اليومية نأمل أن تكونوا قد استمتعتم مشاهدينا الكرام واستفدتم من هذه التغطية. غدا بإذن الله تعالى رسالة جديدة مع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وسنوافيكم بكثير من الفعاليات. كونوا معنا بالقرب.